أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف حديثنا في سياق سورة القمر مما قص الله جل وعلا علينا من قصة نوح وقومه، والسياق الخاص بهذه السورة، لأن قصة نوح في غير ما سورة من كتاب الله جل وعلا. خصوص هذا السياق كان فيه كلام حول آيتي رب العالمين المتعلقتين بالكون والشريعة، مذكرين بما سبق بيانه على قدر الطاقة والاستطاعة، أن الإنسان فردا كان أو جماعة، مؤسسة كان أو حضارة، فإنه إذا استجاب إلى شريعة الله التكليفية التي هي الكتاب المنزل الوحي وما يبينه من السنن، فإنه يكون آنئذ دواؤه وعلاجه إذا زل أو اختل بهذه الشريعة نفسها. والشريعة رحمة كلها وفضل كلها، لأن أمرها يسير، أن الإنسان إذا استجاب للشريعة فزل أو أخطأ فإنه يعالج بمقتضى هذه الشريعة، وعلاج الشريعة سهل ميسر كما ذكرنا. لكنه إذا خالف الشريعة حكم بشريعة أخرى، وهي الشريعة الكونية أو السنة القدرية الكونية. وإذا آنئذ حكم بهذه السنة القدرية غير التكليفية، إنما هي إجبارية إكراهية، فإن أمرها والعياذ بالله عسير، لأنها إنما تساق مساق العذاب، نعوذ بالله من العذاب. وهذا الذي حصل لقوم نوح حينما لم يستجيبوا لسنة الله التكليفية مما أمرهم به نوح عليه السلام، ومما دعاهم إليه من الإيمان بربهم والعمل بكتابهم، فإن الله جل وعلا أجرى عليهم سنته الكونية القدرية فأغرقهم بما هو معلوم من قصة نوح. ولذلك جاء تعليق رب العالمين في هذه الخاتمة، أي خاتمة القصة وليس خاتمة السورة. وخاتمة القصة في هذا السياق أمر عجيب لطيف، وذلك قوله سبحانه: ولقد تركناها آية، ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قصة نوح هذه بما هي حدث، تركها رب العالمين آية، ولقد تركناها آية فهل من مدكر. هذه القصة العجيبة بهذه الثنائية، أن الإنسان إذا استجاب لله فإن الله جل وعلا يعامله باليسرى والحسنى، فإذا لم يستجب عامله بالعسرى، نعوذ بالله. وذلك كما قلت في الحصة السابقة متعلق بالإنسان في علاقته بالوحي إلى آخر الزمان. أنا وأنت نسأل الله أن يتغمدنا الله برحمته وأن يدخلنا في عفوه. كل فرد حينما تستجيب لأمر الله جل وعلا من أحكام الشريعة في نفسك، آخر أمر يعني بينك وبين ملاك اللي خلقك في خاصة نفسك، وتستجيب لأمره، فإن الله ييسر أمرك ويجعل لك من عسرك يسرا، ومن ضيقك مخرجا، ومن همك فرجا، لأنك استجبت لأمر الله تكليفا، من باب التكليف، من باب الشريعة. لكن حينما الإنسان يناقض الشريعة ويعارضها ويتمرد عليها، فإن الله يسلط آنئذ على العبد مقاديره الكبرى العليا، المقادير التي فوق طاقته مما لا حيلة له في دفعه. لأن الشريعة يمكن لك دفعها، الشريعة يعني أمرك بشيء، نهاك عن شيء في الكتاب أو السنة، ربي أعطاك القدرة باش تدير الخير وتستجب للشريعة، ولكن أعطاك القدرة أيضا على العصيان. يمكن يعني الله تعالى يقول الإنسان صلي فلا يصلي، يقول له لا تشرب الخمر ولا تزني فيشرب الخمر ويزني. فلما الإنسان يعني ما يتبعش كيسلط عليه ربي واحد الأمر آخر كيقول له كن، ما يقدرش يقول له لا. كن مريضا، يو هذيك الساعة يقول له لا، لا يستطيع. فينزل عليه من غضبه والعياذ بالله والبلاء ما لا حيلة له في دفعه، راح تهديك شريعة، نعوذ بالله من الأمراض والأدواء والمصائب والفتن والزلازل والكوارث، كل ذلك شرع
لأنه يدخل في أمر الله الكوني من قوله جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ربي عنده الشريعة سهلة وعنده الشريعة الوعرة نعوذ بالله من غضب الله. فالشريعة السهلة قال الإنسان استجب لأمر الله بشكل ميسر سهل، لاش تبقى تخلي راسك للأمر العسير الذي لا طاقة لك في تحقيقه، لأنك حينما تستجيب لكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام تجد الأمر يصلحك. يعني الاستجابة للأوامر والنواهي من الكتاب والسنة أمور تصلح حال الإنسان، دينه وأسرته وبيئته ومجتمعه، صلاح دنيوي وصلاح أخروي طبعا من باب أولى وأحرى. لكن لما العبد يتمرد على الله رب تعالى لا يتركه أملا، ما عنده شيء سيبا سبحانه في الكون دياله، بل يعامله بالشريعة الأخرى وهي الشريعة القدرية ينزل عليه المقادير، الشريعة الكونية الإجبارية. وأنا إذن أسلط عليه من الفتن المادية والمعنوية ما يجعل حياته عسيرة ويجعل عيشه ومعيشته ضنكا. وهذا المقصود بالسنة القدرية أو الشريعة الكونية غير التكليفية، لأنه في ذلك اللحظة الإنسان لا طاقة له في أن يقول لا أو أن يتمرد على الخالق، لأن الله آنئذ سبحانه وتعالى يعني هذا النوع من الشريعة يعني محمولة بجنود، جنود لا تستجيب لرغائب الإنسان إطلاقا، لا تستجيب لرغائبه. ولهذا هذا الذي حدث لقوم نوح ومهلهم ربي تعالى 1000 سنة إلا 50، شيء عجيب. فالله جعلهم آية كيف أنه سبحانه وتعالى أنقذ نوحا ومن كان معه من السلة المؤمنة على ذات ألواح ودسر، يعني كما وصفت في الحصة السابقة ما بغاش يسميها سفينة لأنها يعني بسيط، يعني راكبين على العواد ألواح ودسر، والدسر هي المسامير يعني خشبات ومسمرات، مع ذلك لأنها كانت تجري بأعيننا أي برعاية الله، لأنها كانت تحت رعاية الله، كانت آمنة مطمئنة كما في السياق الآخر من السورة الأخرى وهي تجري بهم في موج كالجبال، ولكنها تحت رعاية الله تجري بعين الله سبحانه وتعالى بأمانه، لأن هؤلاء وحدهم هذه الفئة بوحدة استجابت للشريعة التكليفية، استجبوا لسيدنا نوح، استجبوا لكتاب الله عز وجل، فعاملهم الله باليسرى وأجرى عليهم ولهم الكرامات. يعني ربي تعالى دلهم الكرامات التي يعني هي وليدة الاستجابة للتكليف. لا كرامة لمن لم يستجب للتكليف، وهذه من القواعد القرآنية السنية الثابتة. يكذب عليك الكاذب الدجال إن زعم أن له كرامة وهو مخالف للشريعة، مش تعرف الميزان والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. حقيقة إنما هو مدى استجابة هؤلاء أو أولئك لشرع الله. اسمح لي أنا لا أستطيع أن أستوعب في دماغي أن شخصا تجري عليه كرامات مثلا وهو لا يصلي أبدا، ذلك دجال من الدجاجلة ولا يكون وليا من أولياء الله إطلاقا، أو أنه يخالف أمر الله بصفة من الصفات ويدعي أن له كرامات ومخرقات ومغربات، إنما هي أعمال الشيطان، ضرب من الكهانة أو العرافة أو شيء من هذه الخزعبلات التي هي أعمال إبليسية. الكرامات لا تجري إلا بين يدي أولياء الرحمن من عباده المتقين الذين استجابوا لشرع الله أولا، لأن المستجيب لشرع الله معناه أنه خاضع لله، عبد، وهذا الذي عبد الله وذل لله فإن الله يرفعه ويكرمه ويكرمه ويجري عليه حينما تدعوه، يعني حينما يعني يقع في حرج أو ضيق أو ضرر يجري له سبحانه وتعالى يجري له كرامات مما لا قبل للإنسان به، كما أجرى ذلك هذه المعجزة العجيبة لنوح معجزة له وكرامة لمن تبعه من الصادقين. يعني إذ يعني كان هنالك طوفان رهيب غريب موج كالجبال يعني مخيف، يقرأ الإنسان مثل هذا السياق ويشعر بالخوف وبالرهبة، وهم مع ذلك إنما يركبون خشبات أو بالأحرى خشيبات
ارتبط بعضها ببعض بمسامير تقليدية، مسامير بدائية، مع ذلك الله عز وجل حماها. أما الآخرون فمصيرهم معروف وهو الإغراق والإهلاك، وعلى رأسهم ابن نوح الذي كان من المغرقين والعياذ بالله. فالله سبحانه وتعالى يعني ذكر لنا أن طغيان أولئك أو طغيان تلك الكسرة من ذلك المجتمع الطاغي من أهل الأموال وأهل العتاد وأهل الطغيان ممن تمردوا على الخالق، حينما جاء أمر الله ما استطاعوا أن يدفعوه، شرع الله دفعوه، لأن الله تعالى أعطى الإمكانية للإنسان أن يدفع شرع الله، وأعطاه الإمكانية أن يقبل شرع الله. فلما دفعوا شرع الله وردوه جاءهم الشرع الذي لا يندفع، جاءهم واحد الشرع ديال الله، واحد آخر يعني شرع آخر لكنه لله، لكن لا طاقة للإنسان على دفعه، وهو البلاء النازل، وهو الذي نزل والعياذ بالله بنوح. فهذا الميزان قال فيه الحق: ولقد تركناها آية، أي دليلا على أن الله هو المتصرف في ملكه جل وعلا، وأنه يدبر أمر مملكته من فوق عرشه سبحانه، لا يعجزه شيء البتة. ولا ينبغي أن يفهم الإنسان سبحان الله سبحان الله أن الله قد أهمل كونه، أو أنه يعني قد ترك الأمور تنفلت، كلا أبدا. مهما رأيت من الفساد، ومهما رأيت من الضلال، ومهما رأيت من التمرد على الخالق، فذلك إمهال لغاية ولحين ولحكمة الله وحده سبحانه وتعالى يعلمها لا أقل ولا أكثر. كل شيء عنده بمقدار، كل شيء عنده بميزان سبحانه وتعالى. وإلا فهو سبحانه وتعالى على أمره ماض في تدبير شؤون مملكته بهذين الأمرين، مما ذكرنا: شريعته الكونية وشريعته التكليفية. فكيف كان عذابي ونذر؟ يعني انظر أيها الإنسان إلى ذلك العذاب الذي سلط على قوم نوح وعلى من سواهم ممن كان قبلهم أو بعدهم، وكيف كانت النذر التي أنذر الله بها نوحا أو قوم نوح ومن جاءوا بعده. الإنذارات تلو الإنذارات والتحذيرات تلو التحذيرات كانت رهيبة شديدة، مع ذلك لم يستجيبوا، فسلط عليهم العذاب أشد ما يكون العذاب. إذن هذه الصورة المهولة المخيفة تقابلها صورة أخرى، يعني مشهد آخر لطيف فيه رحمة وفيه سعة وفيه فتح لباب الأمل، وهو قوله تعالى الذي جاء بعد في السياق مباشرة: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يعني ما بالك أيها الإنسان تدخل نفسك في المضايق، ما بالك أيها الإنسان تتمرد على خالقك وتعرض نفسك لهذه الآيات الرهيبة، لهذه النذر، لهذه الألوان من العذاب النازل على بني آدم في نفسه وفي ماله وفي بيئته ومجتمعه وفي كل أشكاله، بينما الرحمة كلها واليسر كله والأمل كله والروح والريحان كله في هذا القرآن ميسر. فهل من مدكر؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وهذه آية من أهم المحطات في كتاب الله جل وعلا، ولقد تكررت في غير ما آية كما سنرى بحول الله جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وهذا الذي ما فتئنا نعبر عنه غير ما مرة، في أن القرآن هو دواء الأمة في كل أحوالها، عالمها وجاهلها، أفرادها ومؤسساتها. تعبير دقيق جدا، يعني بمعنى أنه باب الرحمة واسع وسهل، سهل. ولقد يسرنا، وعبر بقذف الماضي لتفيد التحقيق واليقين والتدقيق، ولم تؤكد: ولقد يسرنا القرآن للذكر. فهذا كلام فيه معنى تخصيص، يعني أن القرآن إذا أخذ من أجل الذكر والتذكر
فهو ميسر لكل من تلاه أو أنصت إليه بهذا القصد ومنتفع به إن شاء الله. أقول ولو لم يعلم من معناه شيئا، وسأبين بحول الله. لأن واحد العدد من الناس يقول كودي القرآن صعيب وعربية عالية وما يمكن شاي يفيد بهذا الشكل، لابد من تفسيره، والعامي ما يعرف له شاي، ولذلك نحتاج إلى كذا، إلى لغة عربية، نحتاج إلى فقه، نحتاج إلى قواعد، نحتاج إلى شروح السنن. صحيح وغير صحيح. صحيح إذا أردنا أن نتعمق في الحقائق والمعاني، وغير صحيح إذا نفينا فائدة القرآن مطلقا حتى على العامي، غير صحيح. يجب أن نفرق ها هنا بين أمرين، جوج الأمور كاين، جوج ديال المداخل كبار للقرآن، المدخل التربوي، مدخل التزكية، ومدخل العلم. فمدخل العلم هو الذي لا بد فيه من هذه الخصائص العلمية، لا بد فيه من شروط العالمية، من عربية على مستوى عالي، ماشي حتى عادي. العربية العادية لن تنفعك في فهم القرآن على المستوى العلمي، مستوى عالي. لابد من دقائق القواعد، من علم الفقه وأصوله وقواعد الاستنباط وعلوم القرآن، ثم لابد من فقه السنن، لأنه لا مدخل للقرآن إلا بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا اختصاص، هذه صنعة، أقول غير ما مر، هذه صناعة. وبابها ليس هذه الآية، بابها آية أخرى هي قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالآية واضحة في الخصوص، ما فيهاش العموم. هذه الآية اللي كتتعلق بالفقه في الدين وبالعلم والعالمية ليست لكل الناس، القرآن بهذا المعنى ليس لكل الناس، بل هو لعلماء الناس، وعلماء الناس مكلفون بالبيان لكل الناس. فلولا نفر من كل فرقة طائفة، فرقة لك أن تفهمها كما شئت بالمعنى التجزئي، يعني مدينة، قرية، دولة، أي شيء. طائفة من أولئك الفرقة، واحد مجموعة من الناس، طائفة اللي غادي تفرغوا ويتخصوا في علوم الشريعة. هؤلاء لابد من أن يفنوا أعمارهم في طلب علم الشرعي ليدركوا حقائق القرآن وليدركوا حقائق السنة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، لأن التفقه في الدين أن تدرك أحكامه وحقائقه وحكمه، وتكون لك القدرة على استنباط أسرار الدين من كتاب الله وسنة رسول الله. وهذا ليس متيسر، هذا مش سهل، هذا مش سهل. لا تنطبق عليه الآية ولقد يسرنا القرآن، لا، لأن الله تعالى دقق المعنى، قال ولقد يسرنا القرآن، ما قالش للعلم أو للفقه، لا للفقه، قال الطائفة الفرقة. أما هنا الميسر إنما هو للذكر، أنص واضح والتعليل صريح، ولقد يسرنا القرآن للذكر. فهل من مدكر؟ يعني كما نقول احنا بالعامية، خص غير اللي يقبل على القرآن باش ياخذ الذكرى ويكون من أهل الذكار، أي إنسان يتأمل الحقائق ويتدبر. الدال هنا مهمل، ما فيش النقطة، يعني مما يفيد نوع من المراجعة للنفس والتأمل. والذكر من الذكر، أي تذكر الله بكتاب الله تلاوة وسماعا. هذا الأمر هذا ميسر. كيف هو ميسر؟ ميسر لأن القرآن يشتغل بذاته. القرآن فيه جوج ديال الحوايج عجيبة كبار، فيه خير كثير، يعني لا حصر لنعمه وفضله، ولكن كنتكلموا عن البيبان منين ندخل بنا، جوج كبار بيانوا أو تم بيان ذلك على الإجمال، قلنا باب العلم وباب الذكر. العلم صنعة، اللي ما مشاش ضرب تمارا ما يوصلوش، ولذلك هذا الأمر كيحتاج للخدمة، وليس هو المقصود بقوله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بينما الذكر انفتاح قلبي وصدق وجداني، من أقبل على الله بصدق يريد أن يذكر الله جل وعلا بالقرآن. فستبدأ الفائدة بمجرد التلاوة أو السماع قبل ما يفهم المعنى. إذا فهم المعنى شيء مهم جدا، وتتفاضل المنازل بتفاضل العلم والعلماء، لا شك في هذا، ولكن راه
يعني أقل شيء الإنسان ما كيعرف والو كاع خطرة، يعني لك أن تتصور بأن الإنسان الذي لا يعرف من العربية شيئا فرنساوي ولا إنجليزي الله يعملو كيكون كيما بغى، ما عمره ما سمع العربية، إذا قرئ عليه القرآن وبالقطع ما يفهم والو، هذا إنسان عجمي، فسيستفيد من قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. تأملوا هذه الآية ديال وظائف النبوة، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما أمر الله سبحانه وتعالى بالدعوة إلى الله عز وجل وأنزل عليه الوحي أعطاه الخدمة دياله، واش ما يدير هي ما نسميه بوظائف النبوة الأربعة: وظيفة التلاوة، وظيفة التزكية، ووظيفة التعليم للكتاب والتعليم للحكمة، مما ورد في غير ما موطن من كتاب الله، بدءا من سورة البقرة إلى أواسط سور المفصل، من قوله مثلا سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والدعوة ديال سيدنا إبراهيم الواردة في سورة البقرة: ربنا وابعث فيهم رسول منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. تلاوة الكتاب هي هذه، ولقد يسرنا القرآن. تأملوا سبحان الله العظيم، يعني يتلو عليهم آياتك أو يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب. فإذن تلاوة الآيات هي القرآن، يعلمهم الكتاب هو القرآن، ما كاينش كلام معاود في القرآن الكريم، ما يمكنش تكون هذه هي هذيك، لا هذا الظاهر. فالتلاوة إنما هي مجرد الإلقاء، يلقي كيقرأ القرآن على الناس. سيدنا محمد كيقول: أفرغت يا أبا الوليد، هذاك اللي جاي يتفاوض معاه كما في السيرة، باش يتنازل سيدنا محمد على دعوة النبوة عليه الصلاة والسلام، حاشاه، قال له: واتصنت، ما هضر معاه، ما جادل معاه، قرأ عليه سورة من القرآن الكريم فزلزلك يا أنا. أفرغت يا أبا الوليد؟ إيه. إذن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فجعل يتلو. فالتلاوة مقصودة لذاتها، أما العلم راهي ويعلمهم الكتاب، ثم كيعلمهم أحكام الكتاب. هي فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فذلك التفقه الذي سيؤدي إلى التعليم والتزكية هو هذا، ويعلمهم الكتاب والحكمة، أي حكمة الكتاب التي هي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وما يؤتاه الإنسان من التوفيق في تطبيق أحكام الله جل وعلا عموما. يبقى يبين لنا بأن هذه راه ماشي هذه، تلاوة الكتاب مقصودة لذاتها، مجرد التلاوة. فالقرآن إذن قلنا عنده جوج المستويات: مستوى العلمي يعني فيه أحكام وفيه توجيهات، هذاك لابد من الفهم ولابد من اختصاص، وكاين مستوى قبل من هذاك الشيء، من غير الأحكام، من غير الجانب العلمي، هو الجانب الغيبي، غيب غيب. يعني هذا القرآن هذا روح، يعني المادة ديالو روح. الله تعالى يقول: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. روح هنا، الروح راه هو القرآن، شحال من واحد كيسحب له هنا سيدنا جبريل، لا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، حتى إن بعض العلماء قالوا إن من أسماء القرآن أنه روح، فهو روح من عند الله جل وعلا. والأمر واضح، لما؟ لأنه ببساطة كلام الله، كلام الله، الله جل وعلا تكلم سبحانه، وهو متكلم سميع بصير، فكان من كلامه هذا القرآن. هذا شيء عجيب، ترى واحد الحقيقة غريبة من أعجب أسرار هذا الوجود، هذا القرآن الذي به تكلم الله جل وعلا وأنزله قرآنا يتلى. ترى شيء واحد نعمة عظيمة، يعني واحد شيء عجيب، أن الإنسان الضعيف الجزئي البسيط أتيح له أن يتكلم بكلام الله، هذا شيء غريب جدا. فأنت حينما تنصت إلى كلام الله أو تتكلم بكلام الله، لأنك حينما تتلو القرآن غير كتقرأ القرآن أو كتقرأ عليك، فكلام الله الآن يتنزل على قلبك ويتلقاه قلبك،
يكفي أن القلب ديالك يكون فيه صدق في الإقبال على الله جل وعلا استماعا وإنصاتا واستقبالا للقرآن. فديك اللحظة القرآن خليك دابا من الجانب العلمي، الجانب العلمي راه بوحده أحكام حلال حرام، سير هكا دير هذه ما ديرش هذه، هذه خدمة كاينة في القرآن ولهذا أنزل، لكن عنده واحد الخدمة أخرى يعني غير مرئية ما كتبانش، لأن الطابع الروحاني ديال القرآن خدام بوحده ما يبانش، يشتغل في لطائفك النفسية، كيدخل الجسم النفساني ديالك تما كيخدم بواحد الشكل آلي تلقائي، فيعالج أدواءك، جمع داء، يعالج أدواءك ويعيد تشغيل لطائفك المعطلة، أمور ديال البصائر ديالك والحواس الروحانية الداخلية عند الإنسان، الحاجة اللي مخصرة كيبقى يصوبها لك القرآن الكريم، هذا الشيء لا يرى، هذا الشيء ما كيبانلكش أنت، ولكن يعني بحيث أنه حينما تنصت إلى القرآن بصدق أو تقرأه كتحس بأن الحالة النفسية ديالك تحولت. ماذا حدث؟ الذي حدث أن القرآن اشتغل فيك بأمر الله جل وعلا، ولهذا القرآن بهذا المعنى يؤثر في الشجر وفي الحجر وفي النبات وفي النمل وفي الحوت وفي الجماد، في كل شيء يؤثر القرآن، ولهذا إلى القرآن كيأثر في حجرة ويأثر في السم ديال الحية كما ورد في الأحاديث الصحيحة، فمن باب أولى وأحرى يأثر في بنادم، وخاهد بنادم يكون عجمي يكفي أنه هو بغي فعلا يريد الله جل وعلا، هذا العجمي يعني واخا هو ماشي ما كيعرفش العربية ما يعرفش المعنى ديال القرآن، يكفي أنه يريد الله ويريد الدين الحق، فسيتلقى حظه من التزكية القرآنية بمجرد سماع القرآن وبمجرد تلاوة القرآن، وهذا قصد من مقاصد قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن، مسهل، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فين غير اللي يجي يقبل على هذا القرآن ولو كان عجميا ولو كان أميا ولو كان ما كان، مما لا يعني ممن لم يكتب كتابا ولا خطه بيمينه سيستفيد وسيناله حظه من القرآن، لأن الله جعل هذا القرآن مباركا فيه أسرار مما لا إحاطة للإنسان به، مما لا إحاطة للإنسان به ولا يمكن أن يحيط به، كيف يحيط به والقرآن قد أحاط بكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فلذلك هذا الرحمة الربانية الكريمة والنعمة الواسعة التي أنزلها على البشرية بإنزال القرآن على قلب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما لها مثيل، ما لها مثيل. فلذلك الإقبال على كتاب الله جل وعلا بشتى مداركه ومدارجه هو الحل للنجاة من الفتن الدنيوية جميعها، ومما ذكر الله جل وعلا من هذه السنن الكونية الرهيبة التي تدمر حياة الإنسان والعياذ بالله عقوبة وانتقاما، نعوذ بالله من انتقامه سبحانه وتعالى. فإذا نشوف واحد شيء عجيب جدا، بحيث أن الله سبحانه وتعالى يعطينا الحل سهل 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 منه ما كاين، العذاب والعياذ بالله شديد والحل والنجاة منه سهل يسير، شيء غريب أمراني يعني 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 لا 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 يتوازنان ولا يتكافئان، يعني المفروض في المنطق العقلي ديال بنادم القاصر انه الا كان شي عذاب كبير خص باش يفلت منه بنادم خصو يدير واحد المجهود كبير، لا العذاب كبير نعوذ بالله من عذابه وباش تفلت منه المجهود صغير، رحمة من الله، ها انت قد رايت فكيف كان عذابي ونذر، هاد كيف للتعجيب ماشي للاستفهام، واش هو سبحانه كيسول سبحانه وتعالى عن ذلك علوا، هو انكار وتعجيب، كيقول لك وتعجب من هاد القوم هادو كيفاش ما تصنطوش، شوف العذاب الذي نزل بهم كيف كان حجمه كيف كان قدره مما لا يمكن وصفه، فكيف كان عذابي ونذر، شويه كيقول لك ولقد يسرنا القرآن للذكر، زعما باش تفلت النجاة بسيط ابسط ما يكون، هذا ما كاينش في المنطق الطبيعي ديال الارض ديال البشر، يعني ملي كيكون واحد امتحان عسير وعر باش تنجح خصك تخدم بزاف، ما يمكنش يكون يعني امتحان وعر 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 وتجيب المعلومات البسيطه والدوز، ما كايناش هذه في المنطق البشري، لكن في رحمه الله كاينه،
العفو ديال مولانا الكريم. ربي كيقول لك جيب لي حاجه واحده، اتني بصدقك انتهى، صافي نجح باذن الله عز وجل، نجح ائتني بصدقك. ولذلك مقولة أهل العلم التي يشترطون فيها الإخلاص والصواب في ثبات الأعمال ليست على إطلاقها، العلماء كيقيدوا عندهم تقييد لها، غير هذا يعني قاعدة عامة، لكن التخصيص والتدقيق فيها أخص من ذلك، لأن الشرط الحقيقي إنما هو واحد، الإخلاص. أجي مقود، أجي عندك الصدق، لكن الصواب ماشي مشكل. شو معناته ماشي مشكل؟ لا مشكل، ماشي مشكل، إذا تأملته فستجده مندرجا تحت الإخلاص داخل فيه. الإخلاص جامع للمعنيين معا، لا بد منهما، لا بد من صواب العمل، لا بد من صواب العمل. ولكن كلمة الإخلاص في سياقها القرآني أقول جامعة لمعنى الصواب، ونعطيه دابا نديرو الاستقراء لهذه الأمانة. ما كتصورش نهائيا واحد كاين في الأرض عنده النية يعبد الله بصدق وبإخلاص. ما معنى الإخلاص؟ لا يريد إلا الله، ما عندوش حاجة أخرى، يريدون وجهه وحده سبحانه وتعالى، وعنده الغلط في العمل، عنده الغلط في العمل. هذا أحد أمرين، إما أن يكون ممن عافى الله عنه ودخل في العفو، وإما أنه ما عندوش الإخلاص. ما يمكنش، ما يمكنش تقول له ودي كنعرف الناس كيديروا مثلا العبادات الفلانيه وكذا وعندهم واحد الاخلاص وكي يعني اعمال كبيره وكذا، ولكن غالطين ضالين، هذا الشيء ماشي صحيح، لا وجود له. نعطيك انا مثال اخر ناقض ديالو، هؤلاء رهبان النصارى الزمن القديم والحديث المعاصر، الله اكبر، قلت هؤلاء النصارى او رهبان النصارى بالاحرى بذلوا ما بذلوا وشقوا على أنفسهم بما لم ينزل به شرع الله، لا في التوراة والإنجيل ولا في القرآن، مع ذلك يعني ما قبل دينهم، ماشي لأنهم ما عندهمش الصواب فقط، لا، ما عندهمش الإخلاص، كاينش الإخلاص، عندهم الهوى. عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه رأى مرة راهبا، أنا نبين لك إن شاء الله ذلك بدليله، رأى راهبا، هذا يعني المستوى النفسي داخل عميق، راهبا مرة رأى راهبا شاحب الوجه أصفر اللون بسبب ما يشتغل في خدمة دينه. سيدنا عمر واحد المرة واحد الراهب محن شاحب أصفر كرفس، يعني بداك السهر اللي كيدير وديك التراتيل وديك الخدمه، نهار كانت النصرانيه فيها الرهبانيه فيها ديال تما، هذا الرهبانيه غير ديال الفشوش، كاين يعني يعني امور اخرى، دابا تطور تبدلت الدنيا. فالشاهد عندنا حينما راه تذكر قول الله وجوه يومئذ خاشعه عامله ناصبه تصلى نارا حاميه، خاشعه عامله ناصبه، والنصب هو العمل الشديد المؤدي إلى التعب الشديد، ومع ذلك تصلى نارا حامية. واش كتصور ربي سبحانه وتعالى وهو الرحمن الرحيم الحكم العدل، يعني بنادم في الدنيا ضرب تمرة في العبادة ودخله في جهنم؟ كيناش هذا، لا يوجد هذا في عدل الله سبحانه وتعالى. إذن عنده شي مشكلة أخرى أدق من هذا، وهي أنه إنما فعل ذلك تبعا للهوى. وهذا العالم النفساني راه غريب جدا، راه كاين اشياء عجيبه، بحيث يعني الان جيو البيئه ديالنا شحال واحد كتقول له فلان الله يهديك راه ماشي هكا الدين، راه هذه ماشي سنه، ما دارها سيدنا محمد وكذا، هو واخا عارف انها ما كاينش في الشرع ما ساخيش بها، كبر عليها ولقى عليها والديه واحد العدد الاشياء كما وقع لكفار الجاهليه. إذن في التحليل النفسي الدقيق شنو عنده؟ عنده ارتباط بأعراف وعادات بصمت على الوجدان ديالو، وكتشكل جزء من الهوية ديالو ومن الذات ديالو ما ساخيش يتفرق معها. ففي العمق إنما يعبد آباءه ويعبد الذكريات القديمة التي شكلت شخصيته، ولا يعبد الله على الحقيقة. لما تحللوا مزيان ما كتلقاش باغي الله فعلا،
باغي الله إياه ولكن معاه ذكرياته، معاه أسرته وبيئته كيفاش باه كان. إوا اسمح لي، هذه ماشي العبادة، خلوص الإخلاص. لأن شنو الإخلاص؟ من خلص الشيء يخلص خلاصا وخلوصا، فإذا فعل ذلك أخلص إخلاصا، أي صفى التصفية الكاملة. لما يقولوا حليب خالص أو لبن خالص، يعني بيض 100% ما فيه شيء، نقطة واحدة ديال مادة غريبة ليست منه. فالله تعالى أمرك أن تعبده بهذا المنطق. إذا ركعت، إذا سجدت، إذا أقبلت عليه بالعبادات، لا تريد شيء آخر، تريد وجهه. ولذلك قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يتقلبون مع الزمان يريدون وجهه. كاينش حاجة أخرى. فهذا النوع من هاد الناس، هذا راه عنده واحد التمتع، عنده واحد اللذة خاصة دنيوية ماشي أخروية. كيجلس واحد الجلسات كيتذكر بهم مع أصحابه، مع يعني ماشي العبادة 100%، ما في واحد النوع ديال التمتع الخاص، في واحد النوع ديال اللذة، لذة اجتماعية نفسانية دنيوية. ولذلك الله عز وجل قد اطلع على دقائق هذه الأشياء، كيقول لهم مازال ماكش جاي عندي، مازال ما راكش جاي عندي، راك غادي عند راسك. تريد تحقيق يعني إشباع، إشباع رغبات نفسية بأسلوب الدين. وهذا راه كيوقع حتى لواحد العدد الناس والحركات الإسلامية. نقولها بكل صراحة، بكل صراحة، راه هذا الشيء زعما إلا بغاو الشباب فعلا يخدموا نفوسهم مزيان للآخرة، يجب أن يقع أو أن يعمل الإنسان على ضربين من التشريع النفسي للذات ديالو. هذا هو التدبر والمراجعة الذاتية. شحال من واحد أنا ندخل لواحد الجماعة إسلامية، علاش كنلقى فيها نفسي؟ علاش كنلقى نفسي؟ ناس مجهدين والعضلات صحاح، إذن واحد النوع ديال يعني الانتقام اللاشعوري للهزيمة الحضارية اللي وقعت الأمة، هي واحد العلاج نفسي للآلم اللي كنعيشها أنا، لا أقل ولا أكثر. فكنعالج راسي، ما فيهاش زعما راه يعني كنخدم الدين حقيقة، لا، فيها كنرتاح نفسيا أنه هذا الاتجاه ولا هذه المدرسة في واحد النوع ديال القوة، واحد النوع ديال استعراض العضلات اللي كيخليني كنسى أن الأمة مهزومة مكرصة محنة. فلما كنتفرج في الأخبار ونلقى الفلسطينيين تكرصوا، العراقيين محنين، كنقولوا ودي هذوك ماشي حنا، حنا ناس قويين، حنا حنا ناس خرين، راه هادشي عشناه سنوات، هادشي نعيش هاد المآسي معاه. هذا راه ماشي الدين. هذا الدين أن تسلك إلى الله وحده، لأنه يريد منك كذا وكذا وكذا، وتسلك له بما أمر وكما أمر وفي جميع الظروف. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو خير مني ومنك، أهين وقيل فيه ما تعلمون، كذب قيل شاعر، سجد في المسجد الحرام قبل الهجرة، وألقي بين كتفيه على كاهله سلا جزور، الجيفة ديال 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 السلا ديال 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 الجمل ولا ديال النعجة، ترمالو فوق الكتف ديالو، حتى جات فاطمة رضي الله عنها رضاها وهي تبكي، فنزعت ذلك. ومرارا يعني وقع له ما وقع من أبي جهل وغيره من كفار قريش، يعني في ظروف صعبة جدا. ماشي أنت باغي تخدم في واحد الظروف يعني اللي يعني تحس يعني بالقوة النفسية ديالك فقط، ينبغي أن 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 تهان في الله أيضا وتصبر على تلك الإهانة في الله. وهذا شيء لطيف جدا، هذا كيخليك تحتسب، هذا معنى الاحتساب. إذا بغي الإنسان فعلا بغي الله سبحانه وتعالى حقيقة. فكما أن هذا الأمر تجده في هؤلاء، تجده أيضا في أهل البدع من أهل المخرقات والمغربات الشيطانية. ما يقوليش عندي الإخلاص، ولا تقول ودي راه فلان وفلان كاينو ضل في جر، واخا كاينو ضل في جر راه عنده إشكالات أخرى نفسية، عنده إشكالات فيها هل يعني يقوم لله فعلا؟ واش كاين القيام لله حقيقة؟ قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. فخص تحرير، تحرير الجانب النفسي، وهو تحرير الإيمان، هذا هو الإخلاص، كنعبر عليه بلغة أخرى، تحرير الجانب النفسي لله. إذا تحقق هذا، وأيم الله سيهديك الله إلى الصواب، ما بقيش الصواب يكون مشكل، هادشي كله يجي على الصواب، لأن الله سبحانه وتعالى حاشاه، وهو المطلع على أخفى الخفيات، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. هو عالم بك، بالله راك أنت يعني صفيت، واخا راك تالف وما عندك الصواب، غادي يجيبك الصواب ديك الساعة، سيهديك إليه، ما تخافش.
ولذلك قلت غير ممرة، لو افترضنا أن كافرا يهوديا مجوسيا نصرانيا لا دين له في أي نقطة في الأرض أخلص لله الطلب، بغي الله حقيقة وما لقيش تالف ما لقاش لي وريه، سيسبب له من الأسباب ويجري له من المقادير ما يوصله إلى الدين الحق. حاشا، واش ربي يخليه تالف هكذاك يموت على ضلاله وكفره؟ أبدا. سبحانه سبحانه طلع على قلبه فوجد صدقه التام في إرادة الوصول إلى الله، ما يضيعش الله وسيوصله الله جل وعلا إلى الحق، وإلا فسيتجاوز عنه ويقبل منه تلك النية وحدها ويكون من أهل النجاة بتلك النية، كما كان غير واحد في التاريخ، والنصوص في هذا صحيحة مليحة. وما قصة النجاشي عنا ببعيدة؟ النجاشي ما سجد لله سجدة ولا زكى ولا صام ولا حج غير صدق بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وما علم بإسلامه على الأرض أحد. شي واحد لا سأقول الخبر بأنه مسلم، حتى هذوك الصحابة اللي مشوا عنده ما سأقولوش الخبر، لأنه خاف من النصارى فأخفى دينه وأخفى إسلامه، وما علم أمره حتى مات. فنزل الوحي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يخبره بأن النجاشي قد مات وقد مات مسلما، فرفعت جنازته بين يدي رسول الله في الغيب، وراه في الحبشة كيدفنوه النصارى في الكنيسة وهو كيترفع مشهد، هذه المشاهدات النبوية الحقيقية، كيشوفوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كيصلي عليه صلاة الجنازة غائب، صلاة الغائب مع الصحابة ديالو، إن أخاكم سماه أخاكم، إن أخاكم النجاشي قد مات، فأمر بصلاة الغائب عليه، ما دمعه لا صلاة ولا زكاة ولا حج، ولكن دا حاجة واحدة أخلص لله النية، وربي تعالى تفضلا منه سبحانه خبيرا منه، مجرم بني إسرائيل اللي قتل 99 وكمل ب100، هل صلى هل صام؟ دار غير الفضائح، ولكن حينما تاب التوبة النصوح المنقطعة الكاملة لله قبل الله منه رحمة منه وفضلا. وهذا ترجمانه قوله تعالى مما ذكرنا، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فلذلك قلت من أراد الله حقا وصدقا انتفع بالقرآن، ولو لم يكن معه من العلم أدنى حظ، سنتم العلم ما عنده شيء، عنده يا الله أنه يحب الله ورسوله، كيقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب، فاللهم اجعلنا من الذين أحبوا الله ورسوله صدقا ووفاء وإيمانا خالصا لله الواحد القهار، والصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.